الواحد يحاول في هذه الأيام أن يصفي حتى يدخل في ضيافة الله طاهرا مطهرا. عندنا أحد العلماء الكبار السيد حسين الترك، كان عالم كبير ومرجع من مراجع التقليد. هذا الطعن في العمر هواي صار شايب ومرضا ممتدا، بعد مدة أخذ يشكك في معلوماته أنه حقيقة أنا بقيت على صفة الاجتهاد أو ما بقيت على صفة الاجتهاد. أخذ يشكك، فطلب تلاميذه وفيهم كبار المجتهدين، قال لهم امتحنوني شوفوا أنا مجتهد أو مو مجتهد، لأن المجتهد في خلال 5 دقائق يعرف أنه مجتهد أو مو مجتهد. قال امتحنوني شوفوا مجتهد أنا أو مو مجتهد. يقول فأخذ تلاميذه يمتحنونه، يطرحون عليه المسائل الفقهية، وبعد الامتحان قال له تلميذه واحد من كبار المجتهدين، لقد صدق ظنك، لقد سقطت عن مرتبة الاجتهاد. هذه القوة اللي الله في يوم من الأيام أعطاك، أخذ هذه القوة، أنت الآن مو مجتهد. لاحظوا البطولة ولاحظوا الشجاعة ولاحظوا التقوى. قال إذا أنا مو مجتهد اكتبوا إلى الآفاق جميعا، في ذلك الوقت كان عند مقلدين في كل مكان، اكتبوا أنني لم أعد مجتهدا واذهبوا وقلدوا واحد آخر. حقيقة لاحظوا هذه البطولة ولاحظوا هذه الشجاعة ولاحظوا هذه التقوى. هذه هي التقوى، وبها يكون الإنسان من أهل الجنة.